بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله أكبر. 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 السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. ذكر الله ذاكر وكبر. الله أكبر عدد ما حمد الله حامد وشكر. الله أكبر ما سطع فجر الإسلام وأسفر. الله أكبر ما أقبل شهر الصيام وأدبر. الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر. الله أكبر عدد ما تاب تائب واستغفر. الحمد لله الذي سهل للعباد طريق العبادة ويسر، وأفاض عليهم من خزائن جوده التي لا تحصر، وجعل لهم عيدا يعود في كل عام ويتكرر، نقاهم به من درن الذنوب وطهر. أحمده سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. عليكم أيام الفرح وسقاكم سلسبيل الحب والإخاء، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصلواتكم وصدقاتكم وجميع طاعاتكم. وكما فرحتم بصيامكم فافرحوا بفطركم، فقد علمتم أن للصائم فرحتين يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أديتم فرضكم وأطعتم ربكم، وصمتم شهركم وقرأتم وتصدقتم، فهنيئاً لكم ما قدمتم وبشراكم الفوز إن شاء الله. فاتقوا الله واشكروه على ما هداكم إليه من الصيام والقيام، ووفقكم له من صالح الأعمال وجميل الأقوال وعظيم الخصال. واعلموا رحمكم الله أنه ليس السعيد من أدرك العيد ولبس الجديد، ولا من كانت الدنيا تأتيه على ما يشتهي ويريد، إنما العيد لمن خاف الله يوم الوعيد، وراقب الله فيما يبدئ ويعيد، وفاز بجنة لا ينفد نعيمها ولا يبيد، ونجا من نارات وجمع الشمل ورأب الصدع وقطع العداوات المنتشرة بين الناس. ففي العيد تتقارب القلوب على الود، وتجتمع على الألفة، ويتناسى ذو النفوس الطيبة أضغانهم، فيجتمعون بعد افتراق، ويتصافحون بعد انقباض، ويتصافون بعد كدر. وإن الرجل الكريم هو من يعفو عن الزلة ولا يحاسب عن العفوة. وليس كريما ولا عظيما ولا سيدا من يجمع الأحقاد ويحمل الضغائن ويداوم على الجفاء والقطيعة. فاستقيموا على طاعة الله، فاستقيموا على الطاعة، وتزودوا من العباد، وقوموا بأوامر الدين، وساهموا في بناء مجتمعكم وأمتكم، ونشر الخير والأمن والأمان والمحبة والتآلف فيما بينكم. وحضرتم عيدكم وقضيتم صلاتكم وأرضيتم ربكم، فانطلقوا من مصلاكم بقلوب متعلقة بالله تعالى، موقنة به، متوكلة عليه، منيبة إليه. انطلقوا بقلوب سليمة من الضغائن، انطلقوا بقلوب سليمة من الضغائن والأحقاد. فصلوا من قطعكم، وأعطوا من حرمكم، وأحسنوا إلى من أساء إليكم. فالعيد عيد الود والصفاء ونقاء القلوب واجتماع الأرواح. هذا ولنجعل مثل الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على ملاذ الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين. واحفظه اللهم بما حفظت به الذكر، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه المولى رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة
إنك سميع مجيب. وتغمد اللهم بواسع رحمتك الملكين الجليلين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما واجعلهما في مقعد صدق عندك مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وارحم اللهم جميع موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذل لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعيدكم مبارك سعيد.